الفنانة الجميلة أمل إبراهيم، برحب بيكي النهاردة. يا صباح الحب والجمال. النهاردة تقولي إيه الأستاذ محمد صبحي وكان تكريم حضرتك كمان في احتفالية 50 سنة؟ والله الأستاذ صبحي مهما قلت مش هوفيه حق، صدقيني. يعني إحنا مدينين بكل النجاحات بتاعتنا للأستاذ صبحي، خصوصا أنا. تفتكري إيه؟ إيه النهاردة اللي افتكرتيه؟ ان انا هقابله ازاي وحاجات كده، خصوصا انا بقالي 15 سنة قاعدة من الوسط. طب ممكن بس نشيل الكمامة نشوف عشان الجمهور مش عارف ان انت اتحجبتي، يعني انا اول مرة اعرف ده. جمهوري ده بيسأل عليا انت فين. وحشتينا طبعا يا حبيبتي، ربنا يخليكي. بس هي جت كده في يوم وليلة، يعني صحيت الصبح لبست على طول. ده امتى لبستيه؟ امتى؟ من 15 سنة احسبيها بقى. وجالي اعمال اثناءها واعتذرت بشياكه كده، حتى الاستاذ صبحي يعني قلت له بعدك هعمل ايه، خلاص يعني اخر حاجه ختمتها كانت مع الاستاذ صبحي. كان يعني ايه العمل اللي مش قادره تنسيه مع محمد صبحي؟ كل الثلاث اعمال اللي انا عملتها معاه، او العملين ثلاثه، في سنبل في الاول، وتعرفنا على بعض، وبعدين عملنا عملنا لعبة الست وسكة السلامة، وكان انت عارفة اللي هو كان المسرح للجميع، فربنا يقوي علينا بصراحة وعلى اللي جايين بعد كده. الحجاب بقى ضاف لك ايه؟ انا شايفة ما شاء الله شياكة كمان. ما هو كل وقت وليه أوانه يعني، وكل سن. لو تعرض على حضرتك أدوار دلوقتي هترجعي؟ لا خلاص وتوقفت يعني. طب ايه السبب؟ استاذ صبحي بس، ويبقى الدور لانه بيحطني في الدور، لا هق ولا مق ولا الكلام ده، فمش هيجرح الحجاب في حاجه. متخوفه بس مع استاذ محمد صبحي الوحيد؟